طبعا البلد كلها بقت بتتاجر في الكمامات، اللهم صل على النبي. يعني تفر فر في الفيسبوك تلاقي 20 30 واحد يقول لك علبة الكمامات 50 كمامة ب 100 جنيه، يعني الكمامة واقفة ب 2 جنيه يا بلاش. واحد يروح بقى يقول لك ايه، اروح اشتري لعيالي 80 90 كمامة هينفعوه، وماشي بقى هو وعياله كل واحد لابس كمامة، تفهمني، والدنيا تمام ومطمن. طب انت سألت مصدر الكمامة دي ايه؟ طب انت سألت الكمامة دي هتحميني انا وعيالي قد ايه، ولا رحت اشتريتها كده وخلاص توفير كمية حلوة نخزن؟ طب ما سألتوش نفسكم الكمامات متوفرة بطريقة غشيمة قوي كده ليه؟ عشان كلها مضروبة، كل الكمامات اللي في السوق دي مضروبة او 70% منها، وانتوا عمالين تشتروا تشتروا تشتروا. الكمامات اللي في السوق دي عبارة عن مناديل ورق، انت لابس كمامة واحد لابس كمامة وبرضه هيجي لكم الفيروس، برضه هتتعبوا، برضه هتمرضوا. عيب كده، عيب. خلينا مثقفين شوية، خلينا واعيين شوية، نروح نشتري الكمامة من الصيدلية، نسأل هي هتقينا من المرض ولا لا، نسأل هي مصدرها ايه، مين اللي عملها، وزارة الصحة مصرحة بيها ولا لا، ولا أي ترزي يعمل أي كمامات تروحوا تشتروا منها. الله يرضى عليكم كده، حافظوا على نفسيكم وعلى بيتكم وعلى عيالكم، واهدوا كده شوية وعرفوا انتوا بتشتروا ايه، يعني في التأني السلامة. يعني مش هوبا كمامة ده بجنيه ونص نجيب 100 100، اهدى يا عم، انت محتاج تلبس 10 كمامات فوق بعض من اللي انت بتجيبها دي. لا مش كده، يعني الوضع أخطر من اللي انتوا بتعملوه ده. انت دلوقتي معكش فلوس تجيب كمامات، في حل بسيط، انت هتطلع للضرورة القصوى، وبقية الناس اللي في بيتك مش لازم بقى زيارات، مش لازم يروحوا مش عارف فين، مش لازم يروحوا الملاهي، اهدوا كده شوية والدنيا هتعدي ان شاء الله. ربنا يرفع عن الوباء، وربنا يحميكم، وربنا يشفي كل مريض، وربنا يرحم اللي ماتوا بسبب الفيروس الخطير ده. شكرا.